حتى قال رب العزة: ولا أحد أصدق من الله، قال: كل من عليها فان. كل من ألفاظ العموم في القرآن، ويعرف من سياق الحال، فقد يستثنى وقد لا يستثنى، فيدل الاستثناء قرينة الحال. قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، والمعنى ما يقبل التدمير، بقرينة قول الله عز وجل بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمعنى ذلك أن المساكن لم تدمر. وقال عز وجل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وليس المقصود أن كل شيء خلقه الله كان لدى بلقيس. هنا قال الله عز وجل: كل من عليها فان، عليها عائد على الأرض، لأن الله قال قبلها: والأرض وضعها للأنام. فقول ربنا هنا: كل من عليها، أي من على الأرض، فان أي هالك ميت لا محالة. ويروى أنه لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك بنو آدم. فلما أنزل الله عز وجل قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، علمت الملائكة أنهم سيموتون كما سيموت بنو آدم. لما أنزل الله: كل من عليها فان، قالت الملائكة: هلك بنو آدم. فلما قال الله عز وجل في بعد ذلك: كل شيء هالك إلا وجهه، دخلت الملائكة في هذا العموم، لأن هذا العموم غير مقيد بالأرض، لأن هذا العموم غير مقيد بالأرض. لم يقل الله كل من عليها كما قال في سورة الرحمن، فعلمت الملائكة أنهم سيموتون. فقال رب العزة: كل من عليها فان، ثم قال: ويبقى. وهذا لفظ البقاء، وهذا البقاء في أكمل حالاته، لا تشوبه نقص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام أهل لأن يطاع فلا يخالف، وأن يصدق فلا يكذب، وأن يحمد ويعبد لا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقال بعض العلماء في معناها: هو الذي لا يفقد عبيده جلاله، هو الذي لا يفقد عبيده جلاله، وهذا معنى حسن. فأما قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، فهذا قطعا فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك اسمه وجل ثناؤه، مع عدم علمنا بكيفية ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا شيء أبدا بلا استثناء، لا شيء أبدا بلا استثناء أعظم من وجه الله. تعلمون عن كعب الأحبار، يهودي من أهل اليمن، أسلم وكان كثير العلم، فعظم في الإسلام، وقربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين. كان يقول: لولا كلمات كنت أدعو بها لسحرتني يهود. كان يقول في دعائه: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وأيا كان في حال كعب رضي الله عنه، إلا أن المقصود بيان قول الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.